فاروق طبعا عقب هذا الفوز الكبير جدا للنادي الاهلي على فريق الزمالك بنتيجه 3-0. معايا كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الاهلي. كابتن طارق، ببارك لك النهارده، فوز كبير واداء جيد، لكن بالتحديد عايز اخد تقييمك لاداء محمد الشناوي النهارده. والله الحمد لله رب العالمين على النتيجه طبعا والاداء، بس برضو احنا ما خدناش بطوله، يعني ده مباراه بثلاثة بوند زيها زي اي مباراه. طبعا نادي الزمالك نادي كبير، بس في النهايه برضو انت ما خدتش دوري يعني، وعندنا بطوله كمان 3 ايام، بطوله مهمه في الامارات، فبنقفل الصفحه من النهارده ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين على المكسب النهارده والاداء. وطبعا الشناوي النهارده ببارك طبعا على اداء اول مباراه بيلعبها ضد الزمالك مع النادي الاهلي، فبارك له على اداءه النهارده. وصد ضربه جزاء مهمه قوي يا كابتن، كان ممكن تغير سير توقيت ضربه الجزاء مهم جدا. النتيجه كانت لسه 1-0، فتوقيت ضربه الجزاء مهم جدا جدا، خلت النتيجه 1-0، وبعدين كمان بعدها ما فيش بوقت قليل جانا ضربه جزاء فبقت 2-0، يعني النتيجه من 1-1 ل 2-0 لينا، فرقت معانا جدا جدا ان احنا ننهي الشوط الاول بتمين 2-0، غير تنهي كمان تزغط، وكمان تعادل في التوقيت ده كان الروح المعنويه بتبقى طبعا، وبيحصل اكيد ممكن عندنا احنا يحصل شويه توتر حاجه، ولكن بقول الحمد لله مبارك للشناوي على اداؤه النهارده. لا انسى ابدا، عادي بيتمرن بشكل كويس جدا. شريف اكرامي نزل بقى له 4 5 ايام بيتمرن بشكل كويس جدا، قام الحارس الصاعد رمضان مصطفى برضه ولد بيتمرن بشكل كويس، فبقول الحمد لله ده بيبقى دايما نتيجه تعب وجهد. والحراس طبعا الحمد لله اللي بيلعب بيأدي، فاتمنى ان شاء الله اللي جاي بقى مهم جدا، عندنا بطوله، وبعدين زي ما قلت لك احنا خدنا دوري بس. يعني اسالك في اللي جاي يا كابتن طارق، بس عايزك بالتحديد اتكلم عن محمد الشناوي، هل هو لسه بيعاني من اصابه؟ شوف ما بيشوطش في المرمى، هل لسه عنده اثار اصابه ولا هو خلاص سليم؟ هو سليم 100% الحمد لله، لكن احنا برضه يعني ايه احتياطي، يعني انه ايه بنامن يعني، انما هو الحمد لله ما فيش حد بيلعب مستقل، يعني حد ينزل الملعب وهو مصاب، بنبقى مطمنين وبيبقى الدكتور مدينا يعني ان سليم اوكي ما فيش مشكله خالص، فمش حد عندنا بيلعب مصاب، عشان برضه الاصابه برضه ما يحصلش لها تضاعف وكده يعني مضاعفات يعني. الحمد لله اداء الشناوي النهارده ببارك له على اداءه النهارده، كرات عرضيه كلها يعني غير ضربه الجزاء، في حاجات كتير قوي ممكن تفاصيل صغيره ما تبانش لا بالعكس، الشناوي في حاجات كتير قوي النهارده في كره عرضيه كتير جدا بياخدها، في الشوط الثاني اكتر من واحده بيلعبها بوكس كويس، الكوره بتبقى واطيه وقريبه من دماغ اللعيبه، تعامل معاها بشكل اكتر من كوره في الشوط الثاني، تعامل معاها بشكل كويس قوي. في مجمل المباراه الشناوي قدم مباراه كويسه، تديله ثقه في اللي جاي، تدي ثقه طبعا، اصل لما يبقى في حد كويس من الحراس اكيد ده كله بيبقى، ما كانش كرام بيبقى كويس، بيبقى الشناوي كويس، بيبقى احمد عادل كويس، بيبقى هادي. انت عارف النادي الاهلي دايما مطالب ان الفرقه تكسب، ومطالب ان الحراس دايما يبقى ادائهم كويس، اي اهتزاز للمستوى طبعا زي ما انت عارف الدنيا بتقوم يعني، ولكن الحمد لله ما بنفرحش قوي. انت عارف النادي الاهلي ما بيفرحش كتير، لانه دايما بيطلع من مباراه يخش في مباراه، يطلع من بطوله يخش في بطوله، فهي دي ده قدر النادي الاهلي، واللي بيشتغل في النادي الاهلي عارفين الكلام ده من زمان يعني. شريف اكرامي يمكن كان بيعاني من اصابه مؤخرا وعاد للتدريبات بشكل جيد، عايزين بس نطمن جمهور النادي الاهلي على شريف اكرامي سواء من ناحيه الاصابه او سواء من الناحيه الفنيه. كابتن طارق، هو شريف اكرامي بقى سليم 100% يعني الحمد لله رب العالمين، زي ما قلت لك نزل الملعب بعد ما اطمنا وعمل تاهيل بشكل كويس قوي مع كابتن طارق عبد العزيز والدكتور خالد طمنا، فالحمد لله ما فيش اصابه، لكن هو لسه مجهزي فني يعني لسه محتاج وقت، يعني مش ممكن في يومين ثلاثه يبقى جاهز من الناحيه الفنيه يعني، محتاج بقى شغل الكوره وشغل تدريب حراس المرمى محتاج وقت برضه يعني، انما هو من ناحيه الاصابه هو جاهز بنسبه 100%. بدا الحمد لله امبارح اتمرن معانا في ملعب المقاول العرب، النهارده بيتمرن مع المجموعه اللي كانت بره الماتش في اهلي مدينه نصر، لا بالعكس بدا يخش، وان شاء الله قريب ان شاء الله باذن الله يبقى متواجد مع ان شاء الله يعني. المباراه المقبله امام فريق المصري وهي مباراه بطوله السوبر، المباراه شايفينها ازاي خصوصا ان فريق المصري مستعد قبلينا كمان، وصلوا امبارح طبعا الامارات مستعدوا لهذه المباراه، وشايف ان ضغط المباريات ورا بعض يعني مباراه قمه مع الزمالك وراها مباراه مصري على طول ده ممكن ياثر على الفريق؟ لا بص احنا بنفصل يعني خلاص، ده احنا بقى لنا فتره بنلعب بالشكل ده يعني، وبنحاول الكابتن حسام يعمل روتيشن بالنسبه للعيبه كلها، بيريح لعيبه، وزي ما انت شايف كده في لعيبه ريحت، عبد الله سعيد ريح، وفي لعيبه علي معلول برده بقاله فتره كان مريح بسبب الاصابه ورجع تاني، زي ما انت جون راي برده ريح ونزل النهارده، فبنحاول ان عندنا بطوله مهمه، فبنلعب بقى الزمالك، بنلعب لو هنلعب البطوله دي بكره ان شاء الله نبقى مركزين، عايزين ناخد البطوله مش عايزين اي عظيم، ان شاء الله باذن الله نعمل بطوله ماتش ونكسب ان شاء الله. فرقه المصري فرقه كويسه معاها جهاز فني محترم، مش تبقى سهله يعني، فاتمنى ان شاء الله ربنا يوفقنا وفي خلال يومين دول نجهز ان شاء الله. يا كابتن شكرا شكرا يعني.
لسه طبعا مستمرين معاك يا كابتن فاروق، ده كان لقائنا مع كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى النادي الاهلي عقب هذا الفوز الكبير والهام على فريق الزمالك بنتيجه 3-0. اكيد هنكون لسه مستمرين.